الله، تمام كده يا شباب معايا؟ انتوا بس اللي حضرتوا اتفضل. في الجغرافيا؟ طيب يلا نبدأ. احنا دلوقتي في الدرس الثاني من الوحدة الثانية بعنوان الحياة الاقتصادية، وقبل ما ندخل في الدرس ده احنا عايزين نعرف كده لمحة بسيطة، احنا اخدنا ايه في الوحدة الاولى؟ الوحدة الاولى اخدت فيها الفرق ما بين الحضارة والتاريخ، وايه هي عوامل قيام الحضارات، وايه هي الحاجات اللي بتساعدني علشان اعرف معلومات عن الايه، عن الحضارات اللي فاتت. طيب ومن ضمن الحضارات دي يا اولاد اختصينا الحضاره الفرعونيه، وعرفنا ان الحضاره الفرعونيه فيها بعض الملامح العامه، وان هي بتتكون من 30 اسره اللي هي العصور التاريخيه، واخدنا كل الاسرات دي بالتفصيل، وكل مجموعه من الاسرات سميناها بفتره معينه. الدرس الثاني ان شاء الله هيتكلم عن جانب من جوانب الحياه في مصر الفرعونيه، وهي الحياه الاقتصاديه. يعني ايه يا اولاد الحياه الاقتصاديه؟ يعني هنتكلم عن الانشطه الاقتصاديه اللي المصري القديم مارسها، او بمعنى الشغلانات اللي المصري القديم اشتغلها. طيب احنا عارفين يا اولاد ان اول حاجه عرفها المصري القديم ان هو نزل لنهر النيل، ولما نزل لنهر النيل عرف الزراعه، والزراعه دي حرفه او شغلانه، يعني نشاط اقتصادي. فمن هنا اول حرفه او اول نشاط اقتصادي عرفه المصري القديم هو الزراعه. تمام. طيب تاني حاجة يا ولاد المصري القديم عرفها هي الصناعة، واحنا عارفين ان المصري القديم الصناعة عنده تطورت، لان ربنا وهب له مجموعة من الموارد الطبيعية اللي حواليه زي المعادن اللي ساعدته ان هو ايه يصنع منها. وعرفنا ان اول صناعة عرفها المصري القديم هي صناعة الحجر، بغض النظر بقى عن الحجر ده تطور فيما بعد او لا، بس هي اول صناعة عرفها مين؟ الحجر. ثالث نشاط اقتصادي معانا او ثالث شغلانه المصري القديم كان بيشتغلها وهي التجاره. وقبل ما نبتدي في التجاره ونسال نفسنا هل مصري القديم كانت عنده التجاره مزدهره؟ احنا عندنا قاعده بتقول لو الصناعه متقدمه هتبقى الزراعه، سوري، لو الزراعه متقدمه هتبقى الصناعه متقدمه، وبالتالي التجاره متقدمه. على سبيل المثال انا دلوقتي لو زرعت لك من الارض الزراعيه دي قطن، القطن ده وحضرتك هتاخده هتدخله في مصنع هيطلع لك منتج، يبقى انا كده عندي مهنه الزراعه طلعت لي صناعه. طيب المنتجات اللي انا هطلعها دي هفضل اتفرج عليها كده، ولا المفروض ان انا اديها لحد محتاجها لان انا كفيت احتياجاتي؟ هديها لحد محتاجها. طيب انا لما بديها لغيري يبقى انا كده بعمل له عمليه بيع، ببيع له وهو عشان بياخد مني هو كده بيشتري. عمليه البيع والشراء دي يا اولاد اسمها تجاره. يبقى طالما في زراعه يبقى في صناعه، فبالتالي هيبقى في تجاره. ولو تدهورت واحده من دول كله هيتدهور، ولو تطورت واحده منهم برضه كله هيتطور ويزدهر. طب السؤال هنا، هل المصري القديم يا ولاد كانت عنده التجاره مزدهره؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده انا عايزه اعرفك حاجه. اولا علشان اتاجر من دوله ودوله، يعني علشان اطلع منتجاتي واديها لدوله ثانيه، او اخد منتجات الدوله دي ليا عندي انا لو عندي عجز، تمام؟ ايه هي الوسيله اللي انا بستخدمها علشان اقدر اتواصل او اروح للدوله دي؟ هي النقل والمواصلات. فاذا انا عندي حاجه مهمه اسمها نقل ومواصلات. طب هل مصر موقعها او مكانها ساعدها ان هي توصل لدول تانيه، او ان هي تخرج لدول تانيه وتتاجر معاها؟ ايوه طبعا. احنا عارفين يا اولاد ان الموقع الجغرافي كان من ضمن العوامل او الموارد الطبيعيه اللي ساعدت على قيام الحضاره المصريه القديمه. طيب احنا عارفين ان مصر بتطل من ناحيه الشمال على البحر الايه؟ البحر المتوسط، ومن ناحيه الشرق على البحر مين؟ الاحمر. فاذا يا اولاد الطرق التجاريه دي ساعدتها ان هي تتواصل مع الحضارات الاخرى. مين هي الحضارات الاخرى او الحضارات القديمه اللي كانت معاصره مصر في الوقت ده؟ انت عندك في اسيا عندك حضاره فينيقيا والعراق، عندك في شمال مصر يعني من ناحيه شمالها كده عند البحر المتوسط عندك اليونان وعندك الرومان. فاذا الحضارات دي يا اولاد مصر تواصلت معاها بحكم مكان مصر او موقع مصر. انا عندي طريق تجاري، يبقى اذا انا هيبقى عندي تجاره. يبقى يا اولاد موقع مصر متميز كان ليه اثر كبير قوي ان مصر يبقى عندها تجاره، تمام؟ وده طبعا ساعد على الاتصال ما بين مصر وما بين الدول الثانيه. فبالتالي يا اولاد انا بس مش هتواصل مع الدول الثانيه ان احنا مثلا لو بيبقى في علاقات مصاهره او زيجات سياسيه، لا، ده انا كمان هقيم علاقات اقتصاديه وابتدي ان انا اتاجر مع الدول.
تمام. أنا يا ولاد عندي نوعين من التجارة، تجارة داخلية وتجارة داخلية. يعني إيه تجارة داخلية يا ولاد؟ يعني أنا بتاجر جوه دولتي، يعني أنا ببيع وبشتري جوه دولتي، يبقى أنا بصنع المنتجات بتاعتي وابتدي إن أنا أبيعها جوه دولتي. طيب أنا لو عندي فائض، يعني عندي زيادة من المنتجات دي، هبتدي إن أنا أوديها بره أو أبيعها بره، إن أنا يعني بصدرها. فإذا يبقى أنا عندي صادرات، يبقى أنا عندي تجارة خارجية. طيب أولا هناخد التجارة الخارجية. الملوك الفراعنة يا ولاد حرصوا حرص شديد على إن هم يعملوا علاقات تجارية مع البلاد المحيطة. أشهر الدول يا ولاد أو العلاقات الخارجية اللي عملها المصريين القدماء مع الإقليم السوري، وأشهر الرحلات اللي عملناها رحلة الملك سنفرو. إحنا عارفين يا ولاد إن الملك سنفرو اهتم بإيه؟ بشؤون مصر الخارجية عن طريق التجارة، إن هو يا ولاد بعت أساطيل لمكان اسمه فينيقيا علشان يجيب من هناك خشب مشهور أو اسمه خشب الأرز اللي كان من أجود أنواع الخشب. طيب هو المصري القديم كان بيجيب لي الخشب علشان يستخدمها يا ولاد في بناء الأسطول اللي هو بيسافر بيه أو بيستخدمها في أغراضه المنزلية. تمام. يبقى أشهر يا أولاد الرحلات التجارية اللي قام بها الملوك هي رحلة الملك سنفرو اللي راح بيها إلى فينيقيا علشان يستورد لنا أجود أنواع الخشب وهو خشب الأرز. كان الأسطول ده يا أولاد مكون من 40 سفينة، واللي ساعد إن العملية التجارية دي يبقى فيها عدد سفن كتير يا أولاد هو البحر الأحمر. إحنا عارفين طبعا إن فينيقيا من حدود مصر الايه؟ من حدود مصر يعني الشرقيه من ناحيه البحر الاحمر. تمام؟ فال 40 سفينه دول يا اولاد كانوا متواجدين في البحر الاحمر، ولو ما كانش في البحر الاحمر ما كانتش هيبقى موجود فيه كميه السفن دي. يبقى اول يا اولاد منطقه تم فيها التعامل التجاري هي الاقليم السوري، يعني ايه؟ في سوريا. تاني حاجه يا اولاد هي شمال السودان. تالت مكان احنا تاجرنا فيه هي بلاد بونت، وبلاد بونت دي يا ولاد دي دولة الصومال حاليا. ومن اشهر الرحلات التجارية اللي قامت في بلاد بونت اللي قامت بيها مين؟ اللي قامت بيها الملكة مين؟ حتشبسوت. ان هي يا ولاد ارسلت بعثات تجارية، يعني ارسلت مجموعة من التجار على مجموعة من السفن، يعني الاساطيل يا ولاد، وودتهم الى بلاد بونت اللي هي الصومال علشان تجيب لنا حاجات من بره. كانت بتجيب لنا ايه؟ كانت بتجيب لنا البخور والعاج والاحضار والاحجار الكريمه. الحاجات دي كلها يا اولاد كانت مهمه جدا بالنسبه للمصري القديم. على سبيل المثال ان البخور ده كان مهم للمصري القديم لان هو كان بيستخدم البخور في عمليه مين؟ دفن الملك، لان هو كان بيساعد ان الملك بيبقى ايه؟ ميت مرتاح يعني. خلاص؟ طيب يبقى احنا قلنا يا ولاد بالنسبه للتجاره الخارجيه موقع مصر بصفه عامه ساعدها ان هي تتواصل مع الدول الاخرى. ومن اشهر الرحلات يا ولاد اللي احنا قمنا بيها هي رحله تجاريه الى الاقليم السوري اللي قام بيها سنفرو، وشمال السودان، وبلاد بونت اللي قامت بيها حتشبسوت. رابع رحله تجاريه يا ولاد وكانت رحله تجاريه خارجيه هي ليبيا. ورحنا يا ولاد ليبيا علشان نجيب منها الزيوت. اشهر حاجه من الزيوت دي هي الزيتون، لان احنا عارفين ان الزيتون بنعمل منه زيوت. وكمان يا اولاد الماشيه زي الاغنام وزي الماعز والايه والابقار والجاموس. يبقى احنا يا اولاد بالنسبه للتجاره الخارجيه احنا قمنا باربع رحلات تجاريه لبلاد اخرى زي الاقليم السوري، زي فينيقيا، زي بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا، ودوله ليبيا. تاني نوع يا اولاد من التجاره عندنا هي التجاره الداخليه. طبعا يا اولاد التجاره الداخليه نشطت ما بين المدن المصريه، وابتدت الاسواق يا اولاد تتفتح علشان احنا نتاجر تجاره داخليه. طيب انا لو قلت لك على سبيل المثال انا دلوقتي عندي بحار فقدرت ان انا اتاجر خارجيا، طيب انا بقى هتاجر داخليا ازاي؟ ده اللي هنعرفه. بس قبل ما اولاد اقول لك احنا تاجرنا داخليا ازاي، يعني انا كنت ببيع واشتري جوه دولتي ازاي، لازم اعرفك ان انا لما كنت بشتري حاجه يا اولاد ما كنتش بدفع قصادها فلوس. بمعنى ان كان يا اولاد ان انا لما بشتري حاجه من تاجر معين جوه دولتي انا مش بديله فلوس، امال بديله ايه؟ بديله سلعه ثانيه او منتج ثاني قصاد المنتج اللي انا عايز اشتريه. لان المصريين القدماء يا اولاد ما كانش عندهم نقود، يعني ما كانش عندهم اموال، يعني مش عشان اروح اشتري حاجه ادفع مثلا مبلغ مالي، لا
ده انا كنت يا اولاد بديله سلعه تانية او منتج تاني. يلا تبادل السلع دوت او تبادل المنتجات ده كان اسمه مقايضه. امال مصر عرفت العمله امتى يا اولاد؟ عرفتها على يد بطليموس الاول لما البطالمه احتلوا مصر. يبقى كانت يا اولاد التجاره بتتم عن طريق المقايضه. يعني ايه مقايضه؟ ان انا بيتم التبادل ما بين سلعه وسلعه او منتج بمنتج. على سبيل المثال لو انا مثلا عايزه اشتري منك شعير، تمام؟ انا بشتري منك الشعير ده قصاد ان انا بديك قدامه القمح، بس بيتم التبادل ما بين المنتجات دي في حاجات احنا محتاجينها. يعني انا لو عايزه منك قمح، تمام كده، انت هتاخد مني حاجه انت كمان محتاجها، ما انا ما ينفعش اديك قمح وانت مش عايز قمح. لا ده انا بديك قمح قصاد ان انت هتديني قدامه مين؟ شعير. تمام كده يا اولاد؟ طيب المصري القديم يا اولاد، ودي حاجه حتى كمان فيما بعد التجار اتبعوها، ان هم يا اولاد لما كانوا بيتاجروا كانوا بيتبعوا بعض الاخلاقيات. بمعنى ان المصري القديم لما كان بيتاجر مع حد مثلا داخل دولته كان بيتم التعامل مع التاجر ده بطريقه كويسه. او ان انا لما كنت بتاجر مع حد ما كنتش بغشه ولا كنت بنصب عليه. يعني مثلا كنت اقول له الحاجه دي المفروض تبقى كيلو، لا انا بقول له ان هي كيلو ونص، فانا بستفاد بالنص ده الزياده، يبقى انا كده في عندي غش. وغير كده ان انا لما كنت بوزن له البضاعه دي يا اولاد كنت انا بغش فيها، يعني بتقل شويه البضاعه دي عشان اقول له ان هي مثلا اكتر عن كيلو، يبقى انا كده يا اولاد بغش، يبقى انا كده مش براعي في المكاييل والموازين. يبقى المصري يا اولاد اتبع بعض الاخلاقيات في التجاره. فطبعا احنا يا اولاد كان عندنا شعراء وكان عندنا ادباء بقوا يبتدوا ان هم يتكلموا عن الاخلاقيات دي في حاجه اسمها الحكم والوصايا. يعني ايه؟ حكم جاي من حكمه او وصيه، ان انا مثلا بقول لك يا ريت ان انت مثلا وانت بتتاجر تعامل مثلا الزبون اللي انت هتتاجر معاه بطريقه كويسه، يا ريت وانت بتتاجر ما تغشش في المكاييل والموازين، كنت انا بقدم لك الحاجات دي بطريقه سلسه من خلال الحكم والوصايا. طيب في بدايه عصر الدوله الحديثه يا اولاد شهدت مصر خطوه تجاريه مهمه جدا. ازاي يا اولاد؟ ان احنا ابتدينا نتاجر من خلال جزر البحر، مين؟ البحر المتوسط. طيب في العصر المتاخر يا اولاد زاد النشاط التجاري المصري في افريقيا. ايه ده؟ طيب في عصر الدوله الحديثه من الطبيعي ان التجاره تزيد، لان في الفتره دي كان في اهتمام بالتجاره. خلاص كده؟ ومش بس كده، ده احنا سيطرنا في عصر الدولة الحديثة على العديد من الجزر اللي في البحر المتوسط اللي هتساعدنا ان يبقى فيه تجارة. فبالتالي ان التجارة هتبقى مزدهرة. طيب هو ازاي العصر المتأخر اللي هو عصر الاضمحلال ده هتزيد في التجارة؟ أنا هقول لك يا ولاد ان العصر المتأخر اللي كان بيشمل الأسرات من الأسرة ال 21 لحد ال 30 اللي هم آخر 10 أسر كانوا كلهم ضعفاء، ولكن في وسط الأسرات دي ظهرت لنا أسرة قوية اسمها الأسرة ال 26. الأسرة ال 26 دي يا أولاد قدرت إن هي ترجع نهضة مصر مرة أخرى. طيب مين أشهر الملوك اللي كانوا متواجدين في الأسرة ال 26 واللي رجعوا هيبة مصر مرة أخرى ورجعوا الأمن والاستقرار لمصر؟ عندي اتنين من الملوك، أبسمتك الأول وتاني واحد نخاوي التاني. نخاوي الثاني يا اولاد رجع لمصر تجارتها الخارجيه عبر الطرق البحريه والبريه. خلاص كده يا اولاد؟ ومش بس كده، ده قام بالدوران حول افريقيا في عام 600 قبل الميلاد. الرحله دي يا اولاد ان هو لف حوالين قاره افريقيا علشان يكتشف الطرق التجاريه. خلاص؟ طيب وهو يا اولاد بيلف حوالين افريقيا استعان ببعض البحاره الفينيقيين اللي بداوا رحلتهم من خليج السويس وانتهت عند مضيق جبل طارق، فضلت لمده 3 سنوات تدور حول قاره افريقيا. ولما تجرت خلال ال3 سنوات دول واكتشفت الطرق التجاريه جابت لنا او عادت محمله بجميع الخيرات. ليه؟ لان يا اولاد كل ما بتعدي في منطقه بحريه بتقابل ميناء، فكل المواني اللي بتقابلها اللي بتمر عليها كانت بتاخد معاها بعض من المنتجات.
يبقى كده يا ولاد عرفنا ان التجاره عند المصري القديم ازدهرت لان هو عنده كان طرق تجاريه مساعداه على كده. ومش بس كده يا ولاد، لان مصر كانت متقدمه في الفتره دي. ما انا ممكن يبقى عندي طريق تجاري، بس انا ممكن ابقى دوله ضعيفه ما اقدرش ان انا اتاجر خارجيا. يبقى اللي ساعد يا ولاد على وجود التجاره بالذات الخارجيه هو اولا موقع مصر، وتاني حاجه يا ولاد ازدهار الجانب الاقتصادي في مصر. طيب انا يا اولاد التجاره دي هتاجر بيها عن طريق وسائل المواصلات اللي هي وسائل النقل. طيب ايه هي وسائل المواصلات اللي كانت موجوده في الفتره دي؟ اول حاجه يا اولاد كان عندي النقل النهري. طبعا ده هيبقى النقل النهري، يبقى نقل داخلي ولا خارجي؟ تجاره داخليه ولا خارجيه؟ هيا يا اولاد نقل نهري، يبقى داخلي ولا داخلية. خارجي؟ داخليا. تمام كده، برافو عليكم. طيب هيتم من خلال ايه؟ ان انا من خلال النهر ده واحط فيه مجموعه من المراكب اللي هتنقل لي البضائع من مدينه لمدينه. فعلى سبيل المثال انا في الجنوب تحت عندي مثلا ايه؟ عندي ابيدوس اللي هي سوهاج. انا عايزه اخد من المدينه دي واوديها فوق عند اقاليم الوجه البحري، فهستخدم المراكب عن طريق نهر النيل. مش هينفع ان انا استخدم سفن، لان السفن العملاقه دي بتبقى في البحار. تمام. تاني نوع يا اولاد من انواع النقل هو النقل البحري، وده طبعا بيتم في السفن الكبيره من خلال البحر الاحمر والبحر المتوسط. والنقل البحري ده يا اولاد هيتم بطريق تجاري داخلي ولا طريق تجاري خارجي؟ خارجي خارجي طبعا، لان البحار هي بتساعدني ان انا اتصل مع الدول مين الاخرى. طيب تالت نوع من انواع النقل يا اولاد هو النقل البري. يعني ايه نقل بري؟ يعني عربيه، يعني قطار. لكن المصري القديم لا كان عنده عربيه ولا كان عنده قطار، كان بيستخدم الدواب يا اولاد اللي هي الحيوانات وبعض الثيران اللي هو الطور. يعني بيجر مين؟ بيجر يعني زي بالظبط كده، عامل زي الحنطور او عامل زي العجلات الحربيه، ان بتبقى حاجه كده عامله زي العربه العربيه، يعني بتجرها حيوانات زي الطور او زي الخيول مثلا. تمام كده يا اولاد. لكن يا ولاد الخيول ظهرت في عصر الدولة الحديثة، إن إحنا يبقى عندنا مركبة أو يبقى عندنا المركبات المقصود بها العربيات، يعني اللي هي الحناطير. خلاص كده، كانت العجلة دي أو العربة دي يا ولاد بتجرها خيول. أنت كده لو تركز شوية، إن أنا ظهرت لي المركبات دي أو العجلات الحربية اللي هي عربة بتجرها خيول في مين؟ لما دخلونا الهكسوس لمصر، ولما دخل الهكسوس لمصر قدر يطردهم احمس. طيب احمس ده ظهر في الدوله الايه؟ الدوله الحديثه. يبقى انا كده استنتج لو قال لي العربات اللي بتجرها الخيول او المركبات دي ظهرت في عصر الدوله الايه، انا عارف ان هي ظهرت في عهد الهكسوس، والهكسوس دول طردهم مين؟ احمس. يبقى اذا في عصر الدوله الحديثه. طيب هو كان دور مصر ايه يا اولاد علشان تنمي لك التجاره؟ الملوك الفراعنه يا اولاد قاموا بالعديد من الانجازات اللي بتساهم في تنميه، يعني تنميه يعني زياده التجاره. من خلال ايه يا اولاد؟ اولا يا اولاد عشان انا تاجر مع الدول الاخرى لازم اكون مامن حدود مصر. ليه اامنها؟ علشان ما يدخلش اي خطر ويقف على الحدود عندي. ما هو كده لو وقف على الحدود عندي يا اولاد مش هيخليني اطلع من دولتي واروح لدوله ثانيه. فانا لما امن الحدود بتاعتي يبقى انا كده هسهل عمليه التجاره الخارجيه. ومش بس كده يا اولاد، ده احنا عملنا بعض الادارات زي اداره الجمارك والكوافر التجاريه اللي بتساعدني ان انا اكون ايه؟ حريص شويه في عمليه التجاره. بمعنى انا دلوقتي داخل ببعض البضائع من دوله ثانيه لدولتي، ما هو ممكن البضائع دي تكون فيها حاجه، او مثلا حاطين فيها مثلا اسلحه او اي حاجه. اروح انا عندي حاجه اسمها اداره الجمارك ان هي بتفرز لي كل البضاعه دي علشان لو في حاجه ممكن تؤدي الى خطر دولتي ان احنا نبعدها. طيب ومش بس كده يا اولاد، احنا قمنا باصدار بعض القوانين اللي بتظبط لنا عمليه التجاره. بمعنى ايه يا اولاد؟ احنا بنتاجر مع دوله لدوله او حتى من مدينه لمدينه تحت مجموعه من القواعد والقوانين. يعني ما ينفعش اي مكان في العالم يا اولاد ان انا اعمل فيه اي حاجه كده وخلاص، لا انا لازم احط قواعد، لازم احط قوانين علشان تظبط لي الامور بتاعت الدوله. ما انا ما ينفعش ان انا اسيب كل حاجه كده ماشيه ايه سبهلله كده، لا لازم يبقى فيه قواعد، لازم يبقى فيه قوانين. علشان كده يا اولاد حطينا قواعد لضبط الاسواق. يعني ايه يا اولاد ضبط الاسواق؟
ان انا اخلي ناس تنزل وتراقب الاسواق، تشوف مين اللي بيغش في المكاييل والموازين، تشوف مين اللي بيتعامل بطريقه مش كويسه. خلاص كده يا اولاد. طيب اللي كان بيغش يا اولاد في المكاييل او الموازين، او اللي هو ما كانش يعني رجل امين في التجاره، كنا بنعمل معاه ايه يا اولاد؟ كنا بنفرض عليه عقوبات. انت راجل دلوقتي مثلا حرامي، انت بتسرق التاجر اللي قدامك، انت بتغش في الميزان، يبقى انت من حقك ان انت تتعاقب. ودي حاجه جميله جدا عرفها المصل القديم واحنا لحد دلوقتي ماشيين عليها. يبقى يا اولاد المصل القديم علشان يطور لك من التجاره حط بعض القواعد العامه اللي احنا لو اتبعناها احنا يبقى عندنا تجاره مزدهره، زي ان احنا امننا الحدود بتاعتنا عشان تسهل عمليه النقل يعني التجاره. ثاني حاجه حطينا بعض الادارات اللي هتراقب لك التجاره اللي داخله او التجاره اللي خارجه، وحطينا لك بعض القوانين يا اولاد علشان تظبط الاسواق وتبتدي ان هي تحط عقوبات او تفرض عقوبات على الناس اللي بتغش في المكاييل. رابع حاجه يا اولاد عملناها في التجاره، ودي كانت حاجه عالميه جدا في الفتره دي، ان احنا قمنا ببعض المشاريع اللي ساهمت على زياده التجاره. على سبيل المثال انا دلوقتي عايزه اهتم بالتجاره، يا هامن حدود الدوله يا اولاد، يا اما ان انا هعمل بعض المشاريع اللي تساعدني او تسهل لي عمليه التجاره. زي ايه يا اولاد كده؟ في عصر الدوله القديمه قام، ثانية واحدة، في عصر الدولة الوسطى يا ولاد قام الملك سنوسرت الثالث بحفر قناة اسمها قناة سيزو ستريتس. تاني، الملك سنوسرت الثالث اللي في عصر الدولة الوسطى فكر وقال دلوقتي أنا ما عنديش وسيلة مواصلات داخلية تساعدني إن أنا يبقى فيه تواصل سريع ما بيني وما بين المدن الأخرى اللي موجودة داخل مصر، فانا هعمل ايه؟ انا هعمل طريق مائي زياده يوصل لي ما بين البحر الاحمر وما بين نهر النيل علشان السفن تمشي فيه بسهوله وتوفر لي في الوقت، اللي هي قناه اسمها قناه سيزو ستريس. القناه دي يا ولاد حفرها اللي هي بتربط ما بين البحر الاحمر والايه وما بين نهر النيل علشان تسهل التجاره خصوصا مع بلاد بونت اللي هي الصومال، تمام كده، اللي هي حدود مصر الجنوبيه. طيب ومن هنا يا اولاد قناه سيزو ستريس كانت بدايه الفكره ان احنا نعمل قناه السويس، لان دي الفكره الرئيسيه او الفكره الاولى. طبعا قناه سيزو ستريس دي تم ردمها وتم اعاده حفرها مره اخرى على يد الملك نخاوي اللي هو من ملوك الاسره 26 اللي رجعوا لمصر نهضتها وقوتها. خلي بالك في فرق ما بين حفر القناه واعاد حفرها، اللي حفر القناه او كانت بدايه فكرته هو سنوسرت الثالث من ملوك الدوله الوسطى. فممكن يجي يقول لك سؤال سهل جدا، يقول لك تم اقامه مشاريع للاهتمام بالتجاره الداخليه في عهد الدوله الوسطى. انا اشوف كده مين في عهد الدوله الوسطى اللي اهتم بالمشاريع؟ سنوسرت الثالث. اه سنوسرت الثالث عمل لي قناه اسمها سيلستريس. يبقى اذا يا اولاد فعلا تم الاهتمام بالمشاريع علشان نطور التجاره الداخليه في عهد الدوله الوسطى. طيب احنا يا اولاد لما حفرنا قناه سيلستريس ساعدتني على حاجتين، ساعدتني على ايه؟ ان انا زودت الطريق التجاري اللي هو الميه، فبالتالي زادت عدد السفن، فبالتالي السفن اخذت كميه بضائع كثيره، فبالتالي زادت التجاره عندي ودخل لي مصدر دخل جديد. ومش بس كده، ده انا الطريق التجاري اللي عملته يا اولاد ده سهل لي سهوله التواصل مع الدول الاخرى. زي مين يا اولاد؟ زي فلسطين وزي سوريا وبعض جزر البحر المتوسط زي الجزيره كريت وجزيرة قبرص وأيضا بلاد بولت. يبقى أنا يا أولاد قناة سيزو ستريس دي ساعدتني على حاجتين، أول حاجة إن أنا أزود التجارة، تاني حاجة يا أولاد ساعدتني على زيادة الصناقة التجارية مع الدول الأخرى. يبقى أنا بس ما كانش عندي طرق تجارية علشان تساعدني مع الدول الأخرى، تمام كده زي البحر الأحمر والمتوسط، لا ده أنا كمان عندي طرق داخلية ساعدتني على إيه؟ إن أنا أتواصل مع المدن المصرية. يبقى احنا كده يا اولاد اخذنا نشاط اقتصادي مارسه المصري القديم وهو التجاره، وعرفنا ان السبب الاول والرئيسي للتجاره يا اولاد هو الموقع الجغرافي المتميز لمصر، واللي ساعد اكتر على التجاره مش بس الموقع الجغرافي، ما انا كان ممكن يبقى عندي موقع جغرافي ولكن العامل البشري اللي هو الانسان ساعد ان التجاره دي تزدهر وتنمو. وعرفنا ازاي الفراعنه او الملوك المصريين او الدوله في عصر
الفراعنة قدرت إن هي تنمي لي من وسائل التجارة. طيب في سؤال بيقول قام أحد ملوك العصر المتأخر، نركز جدا في الكلام، بإرسال من يقوم بالدوران حول إفريقيا بغرض إيه؟ يعني أنا دلوقتي من ملوك العصر المتأخر زي الملك نخاوي الثاني في عصر الأسرة 26، قام بإرسال بعض البحارة الفينيقيين علشان يدوروا حوالين قارة إفريقيا اللي هو الطريق اللي سميناه فيما بعد طريق رأس الرجاء الصالح. ليه يا أولاد؟ ليه قاموا باللفة دي حوالين قارة إفريقيا؟ اكتشاف طرق جديدة للتجارة. برافو عليك، علشان اكتشف طرق تجارية جديدة، برافو عليك. طيب أيا من الملوك التالية استطاع إزالة العقبات الطبيعية التي تواجه تجارة مصر الخارجية؟ مين الملوك يا أولاد اللي استطاع إن هو يشيل أي صعوبات موجودة بتخص التجارة الخارجية؟ ها يا أولاد؟ نصيرة الثالث. برافو، تمام صح. ها أنا مش سامعاكم. هي صح تمام صح خلاص كده. طيب في حد واقف معاه حاجه في التجاره؟ يبقى احنا كده يا اولاد خلصنا الحياه الاقتصاديه. يبقى تعالوا كده بالظبط ندي ملخص للتاريخ. اخذنا الوحده الاولى كان فيها الدرس الاول، واخذنا فيه الفرق ما بين الحضاره والتاريخ، وعرفنا ان التاريخ هو الانسان والحضاره هي الحاجات اللي سببها الانسان. تاني درس يا اولاد اخدناه هي عوامل قيام الحضارات، يعني ايه الحاجات اللي ساعدتني ان يبقى عندي حضاره انا وانت وكلنا بندرسها لحد الان. الدرس الثالث كان بيتناول مصادر دراسه الحضارات، يعني ايه الحاجات اللي انا بستخدمها علشان اقدر اوصل لمعلومات عن الناس اللي عايشت قديما، زي حضاره مين؟ الحضارات القديمه. واحنا اخدنا من اشهر الحضارات دي يا اولاد حضاره مين؟ حضاره المصريين القدماء، وان احنا قلنا ان هي المثال الحي اللي احنا هنطبقه في الحضارات مين؟ القديمه. واخدنا ملامح عامه عن الحياه المصريه القديمه، وعرفنا يا اولاد العصور التاريخيه انقسمت لايه، وقلنا ان هي بتنقسم الى 30 اسره قسمناهم في العصر العتيق اللي بيشمل الاسره الاولى والثانيه، ثم بعد ذلك عصر الدوله القديمه اللي بيشمل الاسرات من 3 ل 6، ثم عصر الانتقال الاول او بنسميه عصر الاضمحلال الاول اللي بيشمل الاسرات من 7 الى 10، ثم بعد ذلك عصر الدوله الوسطى بيشمل الاسرات من 11 ل 12، ثم بعد ذلك عصر الاضمحلال التالي او الانتقال التالي اللي بيشمل الاسرات من 13 ل 17، ثم عصر الدوله الحديثه اللي بيشمل الاسرات من 18 الى 20، وفي الاخر هناخد العصر المتاخر اللي بنسميه عصر الاضمحلال الثالث اللي بيضم الاسرات من 21 لحد الاسره ال 30. وبكده يا اولاد يكون انتهينا من العصور التاريخيه، وعرفنا التاريخ الفرعوني انتهى ازاي باحتلال الاجانب لمصر زي الفرس، ومن بعدهم مين؟ اليونان ثم الرومان. وبعد كده في الدرس الجديد اخذنا الملامح او حياه المصري القديم بصفه عامه كان شكلها ايه؟ حياتهم الاجتماعيه، حياتهم السياسيه. واتكلمنا النهارده عن جانب مهم من جوانب الحياه المصريه القديمه وهو الحياه الاقتصاديه. احنا كده خلصنا سنيور 1، وان شاء الله نتقابل في درس جديد من دروس التاريخ.